لو دخلت عليه بيته وطبطبت عليه هتلاقي الضبع ده نام ولعب وعايز حد يلعب معاه. الضبع هيديك الامان في بيته، ولو ما تعرفش فالضبع ده هو اقوى فك من الحيوانات المفترسه في العالم، ممكن ياكل راس حمار كامله في 10 دقائق بس. الضبع اللي هنا نوعين، مخطط ومنقط. دايما الضبع الافريقي منقط، ضبع الاسيوي يسكن الاردن والنهر اللي هي في اسيا اللي هو المخطط. ده المخطط. اوكي. الاقوى المنقط. راسه بتبقى كبيره، حيوان في اكله عبيط، ما بيعرفش. هو معنى عبيط انه بياكل بدون وعي، بشراسه بسرعه، ياكل فريسته وما بيسميش عليها لما يموتها. لما بنحط حته لحمه للضبع ما بيستناش يرقب من انهي حته، كل من يقابله ياكله، عظم، فشه، مصارين. اما الضبع اللي هو تقيل مخطط يسمي، ياكل بالراحه، ينقنق. الاسد ينقنق. احنا ده في مصر ايه؟ عندنا ضبعين، المخطط والمنقط. المنقط اشرسهم، هو اهداهم. لو هدي، لو دخلت عليه بيته وطبطبت عليه هتلاقي الضبع ده نام ولعب وعايز حد يلعب معاه. الضبع بر... بس هو مش معروف بالغدر؟ لا لا لا، ده حيوان امن، مش غدار خالص. امن في بيته، امين. لو دخلت بيته بيسيبك تلعبي معاه وتمسكيه. لو طلع بره بيته وجيتي تمسكيه تحس بالشراسه جات له، بيزعل. هو بيامن. طيب ايه اللي يفرق الضبع عن الاسد كسلوك؟ السلوك ان الضبع بيمشي قطيع، 20 30 ضبع بيمشي مع بعضهم. الضبع لما يكون فرحان يزغرط. يزغرط ازاي؟ اوه على اخره الليل كله زغرط. الاسد له صهال. الضبع يزغرط. الضبع ما يهجمش على الفريسه لوحده، يهجم بضبعين ثلاثه معاه. الاسد يهجم قطيع كامل، قطيع على الفريسه. دايما الاسد يكره الضبع عشان الضبع ما بيمشيش فردي، بيهجموا على الاسد يعضوا فيه بال 20 30. طيب في الغابه معروف ان الضبع دايما بيقرب من الاسد عشان بياكل بواقي اكله. مظبوط. الضبع بقى بياكل ايه عندك؟ الضبع عندي باكله لحمه زيه زي الاسد. زي الاسد لان انا حاطه في اسر فلازم اراعيه. بس هو له وجبه مفضله عن الاسد، بنقي راس الحمار. انا اسف، عظم زايد من الاسد ياكله. الاسد لازم حته لحمه وفيها ريش عشان يشفي. اللي بيزيد من الاسد برميل الضبع ياكله. طيب ايه بقى يفرق الانثى عن الذكر في الضبع؟ الحيوان الوحيد اللي ما يتعرفش الذكر من الانثى هو الضبع. الانثى لها جميع اعضاء اللي اتخلقت في الحيوان فيها. ما فيش اختلاف بين الذكر والانثى، الاثنين من بعضهم، الا لو احنا خضرنا الحيوان وحبينا نعرف ده ذكر ولا انثى. دايما الضبع الانثى حاكمه الخمس ست ضباع اللي معاها. الضبع ما يحملش كل ست اشهر زي الاسد. بيحمل قد ايه؟ كل خمس ست سنين مره. خمس ست سنين يولد مره واحده. طب كل فتره الحمل قد ايه؟ ست اشهر. الاسد 120 يوم. الضبع ست اشهر. طب يا حاج صلاح، انا شفت حضرتك بتدخل للضبع وبتدخل كده، مع انك قلت ان هما مش متعودين عليك، بس انت برضه بتدخل لهم. من العشره يا فندم. ما هو الحيوان عندي مثلا دخل في خمس ست سنين فتعود على العشره. بنضف له، باكله، بشربه، يحب العمال عندي عشان دايما العمال اللي بيدخلوا. هما اللي بيدخلوا. طب بيهتموا بيه ازاي؟ هل بيستحمى الضبع ده؟ بيتلعب معاه؟ الضبع لو لقي الحيوان العامل بتاعه نضف له مكانه وبركه الميه مالها له ميه وحس انه نضيف ولعب في الميه، هنا بيزداد حبا في المكان. مجرد ما يستحمى تلاقيه زغرط على المغربيه كده، الدنيا تظلم لانه هو ليلي مش نهاري. يروح عامل زغروطه، لو في ناس قاعده تروح مطلعه التليفونات ومصوره. يروح الاسد ردد عليه. يعني الاسد بيقول له زي اللي بيقول له اسكت ياه انا هنا. انا بفسرها كده وانا قاعد. الضبع يزغرط، الاسد يقول له اسكت ياه اسكت، يروح بالعند بيزغرط تاني. اوكي. عينه دي ويدام على ظهره دايما. انما الاسد ما ينامش، انا اسف، غير على وشه وعينه لقدام. الضبع ينام في اي مكان، يبقى حريص، وتلاقيه نايم على ظهره وفارد رجله. طيب اخر حاجه يا عم صلاح، لو الضبع ده عمل هجوم سيطر عليه ازاي؟ في بعض الاوقات العمال معاها حديد ومعاها عصي، بس مش دايما بنعامل الحيوان بحديد او بعصايه، لان هو الحيوان اقوى مننا، بنعامله بدماغنا. دايما كل اوضه مفترسات لها اوضه احتياطي، ومعانا حته لحمه، العامل بيوديها عن طريق اللحمه هنا وننضف له الاوضه الثانيه. ما بيحصلش تلقائيا العامل والضبع في اوضه واحده، قليل خالص من النوادر.
شكرا جدا يا حاج صلاح. احنا نورتونا. انت بجد كل مره بتدينا معلومات اقيم من المره اللي قبل. نورتوا الدنيا بحاله ونورتوا دايره كرداسه وافريكانو طلبه. كل سنه وانتم طيبين.